معاك تقدم نفسك لداليا؟ انت بتعمل ايه في اعرف انا الى داليا. انا فارس من الصين. كنت في ايسك 3 سنوات. وانا رئيس رئيس في ايسك من بكين. في بكين. أدرس إدارة أعمال في جامعة الاقتصاد والتجارة الدولية. ومن حين أدرس كنت أدرس اللغة العربية منذ سنتين، ولكن لا أتكلم اللغة العربية جيدا ولا أفهم أي عامية مصرية. يعني أنت كده فهمني ولا لا؟ لا أفهم. ايه اسمك الحقيقي؟ مش فارس. اسمي حقيقي ليجان. واسمك الانجليزي؟ اسمي الانجليزيه فينسنت. فينسنت. And what does why did you call yourself Paris؟ عربي بقى. تسمي استاذتي فارس. لا مش عارف السبب. ربما انا فارس احلام لك. لا وأحب مصر، أريد أن أذهب إلى مصر. وإن شاء الله سوف تقدم على MCP لتذهب إلى مصر. نعم. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله.